بالشتوية غالباً مندور على قصص الدفينة وبنفس الوقت تكون مريحة، يعني ما تقيدنا، ويمكن أكثر شيء ترندي لهذا الموسم وبنفس الوقت مريح هو الهودي. ولكن خلوني نوه على قصة اليوم، نحن الثلاثة لابسين جلد مع أنه ما لنا متفقين مع بعض، يعني بس أنه هي دليل على قصص عن جد على قصص بالدفينة يعني فعلاً، يعني فينا نقول إنها أنسب خيار، بس كتار عم يكون في عندهم مشكلة بتنسيقها بالطريقة الصحيحة، وهذا هو بالتحديد يلي حنخبركم عنه مع مصممة الأزياء منار الخطيب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. ويسعد صباحكم يا صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا بالبداية نحكي عن موضوع الفقرة اللي هو الهودي الكنزة اللي نحنا منلطشه من اخواتنا من الناس شباب. اللي حوالينا من اخواتنا الشباب تماما، مستنى تجي الشتويه لحتى نلبس هاي الكنزه الفضفاضه الواسعه. وخلينا نقول شو بتفرق عن كنزات ثانيه. هلا فينا نقول شو معنى الهودي. كلمه معنى الهودي هي بالاساس الكابيشونه، اوكي. فالكنزه اللي نحن عم نحكي هي عباره عن كنزه اسمها سوير سبورتس وير، تمام. السبورتس وير نحن من وين اخذين سويت شيرت هي الكنزه العريضه الفضفاضه اللي ماخوذه من سبورتس وير اللي هي الالبسه الرياضيه، تمام. انضافت كلمه الهودي اللي هي المعنى المصطلح اللي هي الكابيشونه، يعني المعنى الكلمه الهودي هي كلمه هي الكابيشون او هي الطاقيه، صحيح. انضافت للسويت شيرت فصارت وطلع المصطلح او تسمى المسمى العام كلمه هودي. يعني انت دلعناها يعني، تمام، دلعناها لانه ضفنا عليها الكابيشونه، تمام. فهي اصل الكنزه هي كنزه اسمها السويت شيرت، تمام، اللي هي تابعه من يعني من اضافات الالبسه الرياضيه. هي ليش قلنا الالبسه الرياضيه؟ لانه هي دائما الالبسه الرياضيه بنقول عنها مريحه، تمام. فهي شو الغايه منها؟ انك انت تكوني لابسه نفس الوقت هي بدك تقولي بنلبسها بفصل الشتاء. هي بتعطي سماكه، هي سميكه، هي ماشي تبعها سميكه. هي بالاساس مصنوعه من القطن والبوليستر، تقريبا بنسبه 20% قطن و80% بوليستر. بالاضافه نحن بالعاده بالمصطلح العام نحن بنسميه اللي هو اسمه فليس، تمام. منها بنعمل منها بيجامات ومنها بنعمل منها هي الكنزات الهوديز، تماما. المصطلح هو ما اسمها الهودي، هي اسمها السويت شيرت هودي، تمام. هي اذا كانت للكابيشون، مع الكابيشون. هي بالاساس السويت شيرت هي الاساس اللي بتجي قبة مدوره، الكنزه الفضفاضه المتعارف عليها، مدوره ضافت عليها اللي هي الطاقية، تمام. خلينا نحكي بشكل أكثر عن التنسيقات الترندي للهودي بهذا الموسم. هلا هي بتلبس أكثر شيء مثل ما نحن ذكرنا على الجينزات، بتلبس على درجة بهذا الموسم. هي ما بتبطل، هي موجودة وما بتبطل، يعني موضتها ما بتوقف، ستايل معين، ستايل معين. بعدين دائما هي يعني من الأطفال الفكره منها هي طريقه النسيج والحياكه تبعها. هي بتعطي دفء، هي شتويه اكثر ما صيفيه. هي بتعطي دبل فيس من السماكه للقماش العادي، عرفتي كيف؟ من قلبها نحن بنشوفها مبطنه وفيها صوف وفيها هي عباره عن خليط من الأقمشة، عرفتي كيف؟ عم نشوف على الشاشه عده موديلات وانواع واشكال للهوديز بألوان مختلفة. هي اللي بيحليها يمكن إنه في كثير موديلات وطبعات وقصص وتفاصيل. هذا اللي كنا نحن عم نسكره. إذا لاحظتي القربة المدورة مأخوذة من اللباس الرياضي بينزل عليها طباعات وأشكال. هلا أنت إمتى فيكي تعمليها سبورشيك، ميالة للسبورشيك، تمام. طريقة اللبس هي اللي بتقدر تقول. أنا بدي أسألك كنت عن فكرة الجاكيت اليوم، يعني انا كثير بتلبك بصراحه، او اي صبيه او اي شاب بده يلبسها لانها حجمها كبير، فما عاد بنعرف شو نلبس فوقها جاكيت او كاب او قصه. الجاكيت وقت بيكون في لها سحابه بدك اجباري تلبسي عليها تحتها كنزه ضيقه بضي، صح، عرفتي كيف؟ اما يوم ما بتكوني لابسه السويت شيرت الكنزه، تمام، كيف بدك تلبسيها؟ بدك تلبسي فوق منها القميص او الجاكيت البيج اللي هلا هن بالاساس دارجين الاوفر سايز، يعني الاوفر سايز. بعدين بالنسبه لل 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 للسويت شيرت هي بالاساس هي اوفر سايز، كمان في منها مقاسات اوفر سايز. بالاساس هي الغايه منها انه هي تكون عريضه، صحيح. فالاحجام مختلفه، يا بتجي احجام شوي معتدله يا بتجي
احجام مبالغ فيها مثل اللي هلا عم نشوفها. اوقات بنلاقي بعمر ال 16 سنه بتلبس لل 30 سنه تلاقيها اوفر سايز اكبر من المقاسات المعتاده يعني. صحيح تمام. خلينا نروح شوي لعند الصبيه المحجبه، قديش فعلا هذا الخيار بيريحها اكثر من الصبايا الثانيين، وشو هي الاستخدامات يلي بتقدر تلبسها فيهم مع جينز او بيجاما او اي خيار هلا تاني. هذا صار التعديل اكثر اللي نحن بالنسبه على فكره رح لفيدك معلومه، السويت شيرت بالاساس او الهودي اللي نحن عم نحكي عنه هي غير انه الهودي، نحن عم نحكي عن الطاقيه يعني فكره الكبيشون، بس هي مو فكره الكبيشون، رح ارجع اكد على كمالت المعنى المصطلح، هي الماشيه بحد ذاتها ممكن تساعدها بتغطيه راسها. تمام. هلا ممكن ما تكون، ما هي الماشيه بحد ذاتها هي يعني الحكي كله عن القماش، عن نوع القماش، نوع القماش بصناعتها. تماما، لانه هذا ما بتقدر تلبسيه الا بالشتاء، وبنفس الوقت عم تعمليه على كنزات قصيره، وعم تعمليه على فساتين، وعم تعملي منه بناطلين، وعم تعملي منه كنزات. تمام. اوكي. فوقت نحن عم تحكي عنها هي عم ينعمل فستان، تمام، عم تطلع فيه الست المحجبه، او عم تلبس كنزه طويله كمان وعم تلبس الحجاب عليه، فكنت بحكم انه هو فضفاضه واسع فهو ما بيظهر مفاتيح الجسم. فيكي تلبسيه على جزمه، فيكي تلبسيه على بوت رياضه، هي بالنسبه اذا كانت لابسته كفستان طويل. تمام. او حتى كفستان قصير، لانه كمان عم يلبس فتره من الفترات في تحته شورت مثلا. تمام. كان دارج اكثر من كذا سنه على فساتين، والريبه بتكون عريضه كثير. هلا بطلت الريبه وصار تقريبا هلا بهذا الوقت بتشوفيها ما في ريب، الكنزه هي فلو لحالها، فلات يعني بتلبسيها. تمام. صح. اوكي. ولحتى تلبسيها شوي مياله للسبورشيك بتحطي عليها سنتور، فبتعطي شوي من الرسميه نوعا ما، بس بعدها محافظه على حتى في ناس تلبس جيمس تحتها يعني قميص هيك ابيض والهودي بتطلع. تماما. في كثير تنسيقات حلوه ومهضومه، بس في اخطاء شائعه عم بتصير وقت ان احنا بنلبس هذا النوع من خلينا نقول من الفاشن، عم بتكون كثير مؤذيه للعين، يعني بتطلعي بتلاقي انه في المنظر شوي بشع. هي كثير سامبل بس سيف ذو حدين هدول الثياب اذا بنلبسهم بطريقه غلط، فشو هي هي الاخطاء الشائعه اللي لازم نحن نتجنبها؟ هلا منهم انه انت اول شغله الاوفر سايز ما نلبسها، يعني اذا حابين نحن نلبس اوفر سايز نلبسها اكبر من نمره، ما نلبس اكثر من نمرتين او ثلاثه، الحجم يعني اوقات انا مثلا عن حالي جبت جاكيت لارج مثلا. تمام. انت يا 6 سمول خلينا نقول جبنا لارج. لا اوقات انت بتجيبيها بتقول لك 1 سايز القطعه. صح. صح. تمام. 1 سايز بتجيبيها، فهي بالاخير بتلبسي انت الكم لهون. ايه تمام. انا يعني ممكن اتقبل الكم لهون، ضيع بالقطعه ما بتبين، لا بيبين شكله لا بتبين مفاتين شكل الجسم حقيقته، بيبين الراس اكبر من الجسم وكانك لابسه قطعه مو لك. انا ما تلبسي اوفر سايز، بس ما تلبسها يكون الحجم اكبر بقياسين او ثلاثه. حتى لو كان معمول 1 سايز هو مو معمول لهذا الحجم. تمام. عرفتي كيف؟ هون الفكره. حتى بالهودي وبالالبسه السويت شيرت نفس المبدا، كمان عم تنعمل احجام كبيره. نرجع من الاخطاء الشائعه كمان بالنسبه كمان للرجال، بتلاقي لبس لك السويت شيرت او الهودي وشو عامل؟ طلع لك القبه تبع القميص لبرا، المفروض تفوت لجوا. صح. تماما. اوقات عم تلاقيهم اللباس المفروض يكون بالاحذيه يكون بوت رياضه. اوكي. بيعطي جماليه لانه هو مثلا بوت جلد مبوز يا لطيف. تماما. لا نحن نبعد عن هي هذا لانه هو ماخوذ من شيء اسمه الالبسه الرياضيه. تمام. خلينا نلتزم بالديزاين بشكل عام. طبعا. في اشخاص بحبوا الاكسسوار كثير، يعني انا من الناس اللي دائما بلبس كل الوقت اكسسوار، فما ممكن اختار الهودي. الاشخاص يلي حابين الاثنين ممكن نلبس معه صنصال او اسواره ولا لا؟ خلص هلأ. لازم اختار شيء منهم. رح اقول لك هلا اذا كانت ساده السويت شيرت ايه ممكن نحن نلبس بيلبق مع الهودي؟ بيلبق انك انت تلبسي. ممكن تكون ما تكون معدن، ممكن تكون نوع من الاكسسوارات يلي بيتناسب مع شكل القطع اذا كانت ساده، اما اذا كان عليها طباعات لا ما بينحط عليها شيء، ممكن تلبسي شيء بايدك خفيف ناعم.
تمام؟ بنروح للاكسسوارات الناعمه الخفيفه، ممكن حلق ناعم وما بعد عن الحلق الطويل، ما بيعطي شكل لانه انت بعدتي تماما عن التشوه بالصوره بتصير للعين. الستايل في شيء اسمه ستايل كاجوال، مايل للرياضه، هي الغايه منه الراحة، هي الغاية منه أن دفي. هاد أكتريته نحن بنشوفه بفصل الشتاء، فأنت أكيد بفصل الشتاء ما رح تكوني كتير مفعمة بالإكسسوارات، لأنه الإكسسوارات ميالة أكتر للسبور شيك، عرفتي كيف؟ فمن بعد عن السبور وير والألبسة الرياضية بالمواضيع الإكسسوارات، ممكن تكون القطعة نفسها مضاف عليها إكسسوارات، تمام، المعادن، الصدف، الطباعة، اي نوع من ال، وهذا الشيء يمكن كافي لانها هي سامبل و تلغي الا هذا. تمام، يعني قصص كثير حلوه ومعلومات اعطيتينا اياها، بدنا نتشكر وجودك معنا، نورتي صباحنا، شكرا كثير. صباحكم، شكرا لكم، اهلا وسهلا.